نقرأ من الجريدة الإلكترونية طنجة 7 أن السلطات الجزائرية ألقت القبض على عاملي جيبس، قالت إنهما يحملان الجنسية المغربية، ووجهت لهما تهمة التجسس والتخابر مع دولة أجنبية. الأمن الجزائري قال الخميس 17 أكتوبر أن كلا من عبد الرحمن إدريسي ورشيد البوعيني جرى اعتقالهما في وهران، وبأنهما كانا ينشطان بطريقة عدائية ضد البلاد، وبأنه تم إيداعهما الحبس المؤقت بجناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية وجنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن وجناية المساس بأمن الدولة. ها اللي قلنا دائما نحقر على مرتي عيشة، اعتبروا هاد العمال هما الحيط القصير، وبغات الجزائر تفش العداوة ديالها في المغرب. وكما كنقول دائما على أساس أن الجزائر موجدة مجموعة من التهم، وكتستغل الأوقات باش تصرف داك العداء ديالها ضد المغرب، وبغات تستعمل هاد العمال كورقة وكوقود لشعل النار ما بينها وبين المغرب، وكذلك لأن وجودهم كيضايقها وجودهم في الجزائر، وبغات تخلص منهم بأي طريقة. واختارت هاد النقطة اللي بغات تضرب فيها شحام العصفور بحجرة واحدة، أولا توجه الاتهام المغرب، وثانيا تخلي هاد العمال يفكروا ألف مرة باش يدخلوا الجزائر. السلام عليكم. دول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واحد التدوينة نسبوها للاعب المغربي حكيم زياش، على أساس أنه كيعلن بأنه ما غاش يبقى يلعب مع المنتخب الوطني. أردوا البال، هذيك التدوينة قديمة، بالدليل على الجملة الأخيرة اللي كيقول فيها بأنه غادي يركز مع الكلوب ديالو تشيلسي. إذن هادشي كله غيكذوب مع الأسف الشديد، وكيروجوا مثل هاد الإدعاءات وهاد الإشاعات اللي كتمس بزياش والتزامه مع الفريق الوطني. نقراوها باش نفهموا مزيان المحتوى ديالها. أحب بلادي ولاعبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، كان فخرا في حياتي، لهذا وبحزن كبير علي أن أعلن أنه رغم أن رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم أكد اليوم على أنه سيتم اختياري للالتحاق بالفريق الوطني، لن أعود للعب للمغرب. أنا آسف لإحباط جمهوري، هذا لم يكن قرارا سهلا، ولكن أشعر بحزن كبير لأنني لا أملك خيارا آخر. رغم أنني أعطيت كل شيء للفريق طيلة 6 سنوات الماضية ودعمي لهم طيلة حياتي، فالقيادة مستمرة في إطلاق الأخبار الزائفة عني وعن التزامي مع بلادي. سلوكاتهم جعلت الأمر مستحيلا أن أستمر في البقاء جزءا من الفريق. علمت بالأخبار متعلقة بلائحة المنتخب الوطني كما علمها الناس جميعا، ولهذا فإنني أعلن هذا التصريح للتأكيد على أنكم تسمعون الحقيقة مباشرة مني. شكرا لكل من دعمني، وأتمنى للفريق كل الخير في المستقبل. كلاعب سيكون تركيزي حول نادي تشيلسي. جيد ان شاء الله. هذا الفيديو غادي ندير على واحد شي ناس ثاني يشوفهم، هذه 3 4 جول شويه كثروا، واه بانت لي بلي شويه كثروا. هاشتاغ بلال، ما يجيش بلال، بلال اساء الى المغرب، بلال سبنا، بلال نكر الخير، بلال كان يجي، بلال حنا بيناه، بلال حنا طلعناه، بلال يجي يدي دراهم المغرب، بلال دار عنينا، نكر الخير، بلال سب المغاربه، سب الجنسيه، سب هذه. ما رانيش على كاع المغاربه، اتونسيون ما تخلطوش صحابنا ناس المغرب، الله يعمرها دار. انا عندي احبابي في المغرب، ربي يخليهم ليا، الله يبارك، الله يعمرها دار. ولا بلوبار تاع صحابي هنايا في فرنسا، ونسقسوا 80% صحابي مغاربة، ونموت عليهم ويموتوا عليا، وما نجمش انا صاحب مغربي ونعاين له بلاده. هذه وحدة فهمتوا راني على صحاب هذه الفئة قليلة قليلة، هذه الفئة تاع هذو اللي يهضروا في الفيديو، فئة قليلة ليا عندي انا فاطر، غير انا مانيش عارف ندريت ندرت راسي فيكم وغادي نجاوبكم. بون هذيك تاع لا فيديو تاع الجنسيه مغربيه، باللي انا قلت ما عندي ما ندير بالجنسيه المغربيه. يا خويا روحوا لا فيديو تاع بصح وشوفوا
قبل ما يسقسيني قلت له انا يا كي نروح المغرب دايريني فوق راسهم وعينيهم يكبروا بيا ويبغوني وما خصني والو وبلادي تاني واللي نبغيها عندي ما خصني والو في المغرب كل شيء عندي اللي ندومونديه كاين شندير بالجنسيه هاك انا قلتها فهمتوا وزيد هذيك تاع واحد من قال لك باللي واو بيلال على بالكم باللي قالوا لها فرنسا ولا المغرب قالوا منجي مع فرنسا وين شفتني كذاب وين شفتني انا قلت بين المغرب فرنسا قالت لي هي شات سيبورتي في لاكوب دي موند قلت لها انا كيما تكونش كاينه الجزائر سيبورتي لالجيري وبانت لي عادي في بلادي انا جزائري انا ماشي هندي وا بيان سور وكيما تكون جزائر سيبورتي فرنسا باسكو فرنسا عايش فيها ونخدم فيها وناكل فيها ونشرب فيها ونرقد فيها ومزوج فيها وعندي ولدي فيها 30 عام هنا في فرنسا انا ماشي نقال الملح اون بليس فرنسا فيها دي جوار دوريجين الجيريان كيما زين الدين زيدان يعجبني كيما كريم بنزيما صافي بليزير كيليان امبابي وزيد زعما غير انا اللي قاعد نعاند فيكم سيبورتي ايكيب ما عندها حتى علاقه مع حب الوطن دخلتوا كل شيء هذا في هذا فهمتوا سيبورتي ايكيب ما تلقاش مغربي موت على البارسا ما تلقاش واحد مغربي معلق في داره تصويره تاع رونالدو على مدى يستعزياش ثاني هذا ماشي فري مغربي تلقى مغربي داير تصويره تاع ميسي وما دايرش حكيمي ثاني هذا ماشي مغربي اي باك انا مدى تاع كان هذا ماما ما غادي تفهموها بلا ما غادي نقولها لكم فهمتوا وزيد وهذو اللي ما تجيش عندنا ما تجيش عندنا على رقم حاسبني انا في لافاليز تاعي وجيت نطبطبار والسلام عليكم كاش خدمه هذه الناس صافي كاطر ولا طرواز راهم يعيطوا لي مساكين الله يعمرها دار ويكثر خيرهم يعيطوا لي بيلال وين تنديروا حفله وانا اشاك فوا الرالونتي اشاك فوا نقول الخطره الجايه من بعد بانت لي بلي كثرت صاي الناس راهم باغيني نروح نخدم على روحي وسيرتو سيرتو هذوك لي فان تاعي والناس اللي تبغي بيلال وعلى بالي بلي كاين ناس تبغيني في البلاد في المغرب باغي تبغي ما تبغيش الله غالب هذه ما عندك ما حبة تاع الله ما تجيش تقلع حالي نتايا بفيديو يبغوني يبغوني ما عندك متى ما عندك متى تطب فهمتني ويسمحوا لي يسمحوا لي يسمحوا لي بزاف لي فام تاوعي يسمحوا لي والله وهذه اللي قال لك باللي صاي صاي تعملوا بدل ما غاديش يجي يديروا حفله وديروا الموسيقى شكون اللي قال لكم اني لو ما الا والو مساكين جوسكا بريزون مازال يعيطوا لي قالوا لي بلا الارواح الله يرحم اللي ماتوا لك الله يرحم الوالدين الارواح انا يعني قلت لهم يا خويا الله غالب ضروني بزاف ضروني بزاف ضروني بزاف ناكل خبزة بالبصل والطوماطيش وما ناكل خروف عند الناس المنانة ونسكن في قربي بالقصب في وسط العيش وما نسكنش في قصور تحت الإهانة وراكم غالطين ماشي كاع اللي خضر حشيش وماشي كاع الناس جوبانة بكنوس الدنيا انت ما تغنينيش لو كان نحس نموت داخل زنزانة وفي الرجولة يلي ما تعرفنيش قاري في مدرسة تحمد زابانة انا على نيفي قادر نموت جيش ضد الحسادين والناس الخوانة وحدة طايبة كاع ما تعرفنيش حاشا خلق ربي تحسب دبانة نخلصك يا اختي في جاه ربي ما تسمعينيش انت اللي دحسك عندها حسانة شعرك مكشرد تحسب قضبة تاعها حشيش سبحان الله غولة وفرحانة انت لبلادك انت شكون ولبلادك انت ما تشرفيش مغربية الحرة بيك راها حشمانة أيا نخليك أختي أنا الوقت ما عنديش عندي ما يدار قعدي تبعي فيا أنا ومشي غينتي خلي ما نحكيش كان دير عليكم نهضر سيمانة سلام تحية كبيرة لكم وسمحوا لي بزاف لي طان تاوعي ويحيى مغاربة الحرار ويحيى تزيرية الحرار وإن شاء الله كل واحد في قلبه حاجة ربي يوفق تسمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي بزاف انا رداوي يا خويا انا رداوي ما نكذبش عليك اش باغي دير انا نبغي المغرب يا اخي فيبغوني ودخلوا هاد الناس هادو تاع هكا دعمنا باه يكبروا الدعوه من هيا بصحتكم ليبي بصحتكم فهمتوا السلام عليكم تحيه كبيره ونسيت الفيديو هادي كتبوها قطعوها ديروا لها تخل شويه ملح شويه زيت فيها شويه عشيش وكي تبغوا ديروا الباس ديروا جبدوني انا كبيره ليكم تشاو